إنه يعد أعلى مطار مدني في شينجيانغ وصاحب المدرج الأطول فيها، ويقع على ارتفاع 3258.4 مترا، ويبلغ طول مدرجه 3800 متر. افتتح مطار تكاسكور غان خانغراب رسميا في 23 من ديسمبر عام 2022، ومع دمج هذا المطار الواقع في أقصى غرب الصين في الدوائر متحدة المركز للطيران الوطني، أصبح التنقل في هضبة بامير أسرع وأكثر تكاملا. وبهذا حققت منطقة شينجيانغ مستوى جديد من الانفتاح على العالم الخارجي.